خلينا نروح للكابتن سامي قمصان اللي عمل اكيد مجهود كبير جدا على مدار الفتره اللي فاتت في ظل ظروف صعبه، في ظل كمان غياب مستر بيتسو موسيماني في اكتر من 3 تدريبات. كابتن سامي الف مليون مبروك، مجهود عظيم جدا وانتصار غالي قوي قوي للنادي الاهلي وبيثبت مقوله الاهلي بمن حضر. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا اتكلمت في المؤتمر واتكلمت معاك ان احنا كبرياء الفرق الكبيره دايما ما بتقبلش اللي هي تخسر 3 مرات ورا بعض. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي زي ما دايما الناس بتقول النادي الاهلي بمن حضر. اعتقد الحمد لله النهارده لعيبه رجاله جدا، بشكرهم على روحهم، بشكرهم على الاداء دوت والنتيجه الكبيره ديت. لكن بقول ان احنا عملنا خطوه، لسه قدامنا خطوتين مهمين جدا عشان نحقق طموح جمهور النادي الاهلي. انا عارف النادي الاهلي بيحلم ان شاء الله بالمباراه النهائيه اللي احنا بنتمناها برده ان شاء الله، واعتقد ان شاء الله بالروح دوت والاصرار ده ان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. مبروك يا كابتن توفيق. شكرا.